الرحمن الرحيم. نهار نيرا المقابله وفق الرياضي لازم غنا كنجم جديد تهنيت دغ الفوز على غازلو 0 في مهن نغي جماهير مار كاين غي فاحن ونجي المقابله الصباح نهار ما حد نقربك الدوره الثانيه انسي غير ان شاء الله نجمع النقاط بنامي اخو قاعد ان شاء الله انا بارتي دو فلابار للداخل غنصفح جمهورنا غنصفح مار المتابعين نغ نتصور خيج المشكل خيج الارضيه يا المهم الارضيه نتمنى ان شاء الله تدعذرني شويه نتمنى ان شاء الله تدعون غا شويه ما حدا سيغي بارتي دو فيق قيمن انا راني غزه ان شاء الله ايجابيه مهمة نتائج سلبيه جات ثلاثه التعادلات نعوض نتائج المارينغ المخيبه نتيجه سبعه طاسي بالفارق المتعارض نقد ستازا اقديرو بو نحاول نهار نقعد نعوض سهل تنقيذين تشكات الجمهور اللي حرمني كل مجهود القران نتيجه نهار اول نتيجه عن هنا الغزيرو ذي ده النغ نتيجه الصباح ان شاء الله نتمنى المزيد ان شاء الله نتلقى هذه المقابله اللي كان واخا ان شاء الله نتيجه ايجابيه نعوض النتيجه المخيبه تاع انت كيس واخا خويا امير بالنسبه ارضيه الملعب انت ولا الاغلبيه الملعب انت تشان ارضيه الملعب مش توري ما راه توري ارضيه خويا ثاني اذا يتفرج الغبار يمكن واسين شمين ثاني ولكن لعبي تيران دار التص التص اصابات تتني حرمان ارضيه وتعاون شاء الفرقة أصبحت طاس حرمنا أصغر غان مشي تجرب بديت يتيرا توقي مش تيرا الشيم أغلبية تيرا عن برونة جنة تيرا ولكن أصغر غان معروفني تيرا عن برونة ضماء تيرا ونسفور روج ولكن الأرضية تما إن شاء الله تعاون شيء الطاس تمنى زي بلدية إن شاء الله تعاون فور بود عاوني حرم ما حد إن شاء الله تنجي إيجابية لين وزغنا إن شاء الله نقعد شكرا لازقين فوانيت أولا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا وعاوضة شكرا بوابة تيغنغ فوانيت إخبارية التغطية المستمرة وجيبوا التغطية الناجحة المستمرة شكرا خطنا تسخن مجموعة الناس شكرا الجمهور وشكرا اللاعبين شكرا الإداريين يعني خل المباراة ينقى خاصة أن الفوز تون حدا جيت الطس 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 بركي يعني الطس وأنا بحديث مهنة 2011 منذ دخول 2011 تقريبا وأنا بحقاضي في مهنة وبالتالي في الفترة القديمة تون حدا جيت الطس باش أنا نستمر في الرياضة إن شاء الله شكرا رحيم شكرا حرام النهارات مجهودة كين دير من قبل شكرا خمس وات تس وات تس أنا حمس تس غازير ديش نتيجة الصباح باش بالنسبة لي شوية لاخشي تغيج تشتي دي نوتريمون تشتي دي لي زانديكتور تخصني ان شاء الله السيمي ديكوان قاف غا حفيد وتمنى لك حرام المجهود اللي كاين داني تاني قنا ناخذين هذا النموذج من ثلاث مكرين سنية ان شاء الله نتمنى لك زيد عام انقعد ان شاء الله ونزول لك شكرا اخي انتو